بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم 24/1/2012 نحن هلا في منطقة حمص الأديمي عم نعمل جولات بالمنطقة. معنا شخص من أحد أحياء حمص الأديمي راح يحكي لنا كيف تمت المداهمة بحمص الأديمي. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف تمت المداهمة بحمص الأديمي؟ إجا الأمن والشبيحة لهون وبلش القصف علينا بالمكفعية والدبابات وليكو شوفت عندكم ليكو الجوامع طلع ليكو طلع صور ليكو الجوامع بلش الضرب علينا. هاي شو هاي القصيفة اللي داخلين هون؟ هاي قصيفة أخي مدفعية وصاروا بالمدفع وبالهاي إلى عربيات جميع أنواع الأسلحة الثقيلة. في أسلحة ما شفناها بعمرنا ما شفناها وبلش الضرب ويجوا يهونونا ويسبونا وما يخلوا علينا يقتلوا ما يرحموا لا كبير ولا صغير. الولد والله صغير عمره 5 سنين يضربوه يقتلوا ولد عمره 5 سنين طرقوه وخاف على هو الضربة اللي ضربوا إياها عمره شي 4 سنين 5 سنين ما والله خلينا الجيش الحر إجا حررنا إياها. اللي هذا الأسود الأسود هذا عم يقول ما في شيء. الأسود هذا الكذاب الخنزير هذا عم يقول لا شيء. هذا آخذ مصاري. هذا الأسود أنا جاي من اللجنة هذا اخذ مصاري. هذا معقول هذا الحكومي هذا عابد عم يجيب له السواني على الفندق اللي عنده. شو رايك هلا انا شايف في عالم في ناس يعني انا متفاجئ انه في ناس شو السبب يعني؟ الامن بالجيش الحر الامان لله يعني هلا حمص الأديمي مستقله الحمد لله رب العالمين بامان الامان يعني بالله من ثم بالجيش الحر. لولا الجيش الحر كنا ما شفت احد هلا بالشوارع. لو العالم صور شوف العالم كلها حتى يعرف هذا اسد انه هو يهودي ما سوداني يهودي هذا بني اسرائيل هذا صور الجامع صور الجامع صور الرصاص ليك رصاص الجامع ليك الخبز الغار صور الخبز الغار ليك الخبز الغار عم نشحن الخبز الغار مش عادي حرمونا الغار حرمونا الخبز حرمونا ما عم وصلنا لا خبز لا غوز لا اكل لا شرب ما عم وصلنا غير الصعوبة وصلنا الاكل والشرب مثل الكلام حتى السيارات شو عم تسوي؟